في عام 1992 جاءني هذا اليتيم اسمه صديق كينان في شمال كينيا، عمره سنتين، عندما نيوتريشن غواشر كور ومرازمس، مرازمس اللي هو الكربوهيدرات ديفيشنسي، وغواشر كور اللي هو بروتين ديفيشنسي. فوزنت وجدت أن وزنه 44% من الوزن الطبيعي. أنا أعلم كأخصائي غاثة أن ما في أمل يعيش. الوجبة الواحدة تكلفني 16 هللة. 16 هللة لا شيء بالنسبة لكم، بس بالنسبة لي وأمامي عشرات الألوف من الأطفال تعني الشيء الكثير. فقلت لهم اتركوا اليتيم صديق يموت، أعطوني بدله. دخلوا 100، أزنهم وأقيس طولهم وأسجل المعلومات، وبعضهم نقبلهم بعضهم ما نقبلهم. لما خرجت وجدت ملقى على الأرض وجه كل تراب، فم مليء بالتراب، وأمة تبكي عنده. نظفت وجهه، صورته، وهذا أنا معه. وتغلبت العاطفة على العقل وعلى العلم. حبيت أني أعطيه وجبة كل يوم. الوجبة زي ما قلت لكم تكلف 16 هللة، لكن تذكروا يا أخوان، سواء اللي يمد إيده على 16 هللة يمد إيده كمان على 16 مليون. فقلت أنا أخون الأمانة لو صرفت 16 هللة عليه كل يوم، طيب كيف أخرج من هذه المحنة اللي تورطت فيها؟ فقلت ما في إلا أدفع من جيبي أو جيب أولادي المبلغ. حسبت 16 هللة في 365 يوم مدة سنة، وقلت لهم سجلوها علي ودخلوا بحيث أنا أدفع الليل، حتى الله ما يحاسبني عليه يوم القيامة. ونسيت الموضوع. بعد 12 سنة أرسلوا لي صورته صديق كينان حافظ القرآن كله، الأول في فصله والأول في مدرسته، عمره ما شاف مصحف، يتعلم على اللوح هذا، وما يتعلم في فصل مثلي ومثلكم، وإنما يتعلم تحت شجرة. هذه 16 هللة تعمل هذا كله. سنويا يموت 1 مليون طفل، 90% منهم من المسلمين في إفريقيا بسبب الملاريا، لأن أهلهم ما عندهم كلوروكوين يكلف الكورس 11 هللة، لأنهم لا يملكون 11 هللة يموت 1 مليون مسلم. سنويا 2 مليون طفل مسلم يموتون من الدياريا، من الإسهال، علاج الإسهال 26 هللة. سنويا 100 ألف طفل من طلبة القرآن في الصحراء الكبرى يصابون permanent blindness، عمى دائم، نتيجة نقص فيتامين ألف، وما في، إذا أصيب بالعمى ما في علاج له، بس تستطيع أن تمنع العمى لو عطيتهم فيتامين A. فيتامين A الحبة تكلف هللة واحدة، تكفي 3 سنوات. هللة واحدة تعني إبصار أو عمى بالنسبة لطفل يتعلم القرآن. وأقدر أمضي في ذلك ساعات، وأنا أذكر لكم أمثلة ماذا يمكن أن تفعل الفلوس البسيطة اللي احنا نرميها هنا. شفعت بالعدل حضارتنا، وأنار الدنيا ماضينا، وأنار الدنيا ماضينا، رايتنا والدين الخالص شرعتنا، والله الواحد غايتنا، بطريق العزة يهدينا، توحيد الخالق رايتنا، والدين الخالص شرعتنا، والله الواحد غايتنا، لطريق العزة يهدينا، لطريق العزة يهدينا. يا أمتنا، يا أمتنا، لا تنسي ماضي عزتنا، شفعت بالعدل حضارتنا، وأنار الدنيا ماضينا، وأنار الدنيا ماضينا، حكم القرآن يشرفنا، وسنى الإيمان يؤلفنا، والله الخالق يحفظنا، وفلت في الأمن موادينا،
حكم القرآن يشرفنا وسنى الإيمان يؤلفنا والله الخالق يحفظنا رفلت في الأمن بوادينا رفلت في الأمن بوادينا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا بسمو الدين كرامتنا وبنور الحق مهابتنا وبهدي الله هدايتنا والمجد الشامخ يحيينا بسمو الدين كرامتنا وبنور الحق مهابتنا وبهدي الله هدايتنا والمجد الشامخ يحيينا والمجد الشامخ يحيينا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا.